الفرات تبدو يعني لا شك انه من المتوقع انه يكون صعب على العهد من جهه وايضا على الرسنج من الجهه الثانيه وسط دخول الفريقين بهاللحظات الى ارض الملعب عم يحجز مكان له دائما بالتشكيل الاساسي ولحظه انطلاق المباراه اذا الرابع من البطوله شوفوا ملا انطلاق عهدويه لعب كره عرضيه خطيره المحاول ممكن اول اهداف اللقاء تسديده مباشره هو هلا حيتمكن ادوح من الكنترول ادوح بيوصل للكره بيلعب عرضيه وين الراسيه وين الراسيه كبير موسى داخل منطقه الجزاء كبير موسى بحاول يوسع نفسه بسد التسديده مباشره باتجاه المرمى ايضا مع حسين دقيق احمد زريق بامكانياته ممكن يسدد بسدد مباشره جول اعتقدت انه احمد زريق لا هيدا موني اللي مر هيدا موني اللي هيئ الكره هيدا موني اللي سدد هيدا هو صاحب الرقم 20 طبعا الرقم 20 هو عزيز على قلبه لموسى حجاج انه هناك ركله جزاء عدنان عبد الله راح نشوف بالاعاده شو اللي حصل محمود كشوك الكمش واضح كان الكمش واضح شو بدك كان فيها يا محمود هلا حتبصر الكرة النور داخل الشباك بيتعدى نور منصور بيتعدى الكرة داخل الشباك النتيجة أصبحت 2-0 جول 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 للعهد نور منصور عم يحتفل بطريقته الخاصة وجمهور العهد الموجود بملعب صيدا البلدي أيضا فرح باللحظات 2-0 العهد عم بيخطي خطوة كتير كبيرة الفريق كان بدل تبديل بالوقت هناك الكرة بتتنفذ مباشرة محمد جعفر نحو المرمى وأيضا الخطورة لمصلحة الرسنج ممكن العرضية المحاولات عم تكون جاده من علي عثمان حقه مدرب النجمي الحالي جمال الحاج بالوقت هناك الكره العرضيه ايضا لمصلحه الرسنج وايضا العرضيه مره جديده داخل المرمى جول 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 بنيران صديقه مين هو؟ هو اللي تم تبديله هو اللي تم اشراقه مين هو جمال خليفه عم بهز الشباك العهدويه موني مجددا مباراه صراحه بتحتاج لمهاره احد اللاعبين ياخذ الامور على عاتقه مثل هالكره اللي عم نشوفها امامنا هناك ضربه جزاء شوفوا هالصراع جاد الزين طور مجددا نور منصور خلف الكره لحسن نتيجه المباراه طور منصور بتقدم بسبب جول 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 لمصلحه العهد هيدا هو نور منصور عم يشكر ربه بهاللحظات سجل هدفين من نقطه الجزاء منا سهله على فكره يعني ضربه الجزاء ومسنتينا عجز عنا تماما حارس مرمى الراسينج 3-1 اصبحت محمد جعفر بالوقت هناك ممكن نشوف تسديد انما تمرير اماميه موني داخل منطقه الجزاء لا 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 ما معقول ما معقول موني بسدد تتخلص الكره وبالقائم الايمن لمرمى محمد سنتينا لا الله وفقنا قدرنا ربحنا الماتش مثل ما بتعرف انت قدمنا جهد وتعب بكأس الاتحاد الآسيوي وهيك ترجمناه بأرض الملعب وقدرنا ربحنا الماتش. أول شيء أنا السبب اليوم ما كنت موجود بالمباراة لأنه في اتفاق بين نادي العهد ونادي الراسنج إنه ما شارك لا ذهابا ولا إيابا، هيدا أول سبب. ثاني شيء الفريق الراسنج اليوم يعني قدم شوط ثاني كثير منيح. يمكن اليوم شوي ما ساعدنا الحظ يعني خاصة بالبنالتيات إنه أخذوا بنالتيتين وسجلوا منهم.